بقول لكم ايه، الاجره 2 جنيه حتى لو مسافه 2 متر، واللي مش عاجبه ينزل. راح علينا يا ريس. طب ايه رايك ان انت هتدفع 4 وانت طالع على المطب؟ ايوه، ورجلك على الفرامل. انت يا حيوان، يا نهارك اسود. لا لا لا، ما تشتميش طقم ميكروباص ابدا. لا ده حيوان رقم واحد، ما تشتميش طقم ميكروباص ابدا. مين ده الحيوان؟ لا حضرتك، دي بيكلم جوزها في التليفون، اكيد ما تقصدكش انت. انت اللي حيوان واعمى وما عندكش نظر، وريني اخرك. ايه، هتضرب واحده ست؟ والنبي يا مدام سلا بلاش تستفزيه، شكله ضرب ستات كتير قوي قبل كده. امسح فيا انا يا باشا، حصل خير؟ لا ما حصلش خير، وهيحصل شر دلوقتي حالا. انا اتشتمت ولازم يتردد اعتباري. طب الهدايا حضرتك نرده ازاي؟ ورقه ب 100 جنيه. استعبط استعبط. يا نهار اسود، مدام سلا معكيش 80 جنيه عشان معيش غير 20 جنيه في جيبي. ده ايه يا راجل انت؟ انت فاكرنا من بتوع الكمباوند اللي فيلا جوه البارك؟ لا يا حبيبي، ده احنا من مساكن الزلفان. انزلي يا بنت منك ليها. انت منزلي له عينك يا كلهم؟ يا ابو النيل تكلمي حد فيه؟ لا ده بيرد ولا ده بيرد. طن طن، وانت جيتي هنا عشان اتخانقتي برضو؟ لا يا حبيبتي، انا اتمسكت في شقه في مساكن الاطباء. عيب يا مروه، ما تساليش حد على حاجه طول ما احنا قاعدين هنا، فاهمه؟ ليه؟ خلي البنت تسال وتتعلم، على الاقل هتعرف الدنيا ماشيه ازاي. اه لا، ما هي بتسال وتتعلم بس في المدارس اللغات اللي امها دخلتها لها، مش المدرسه بتاعت حضرتك. متشكرين قوي. وحضرتك شغاله ايه؟ بقيت هوا يا حبيبتي. طنط بتبيع مراوح. ودي بتحتاج كليه ايه؟ بتحتاج كليه تفكك اسري، والمصحف ما بتحتاجه اكتر من كده. كفايه بقى والنبي رد على اسئله العيال الصغيره. بريئه دي بريئه لسه بيور. يا نهار اسود، ده هاني. هاني مين؟ هاني المحامي، ابن عميله عندنا في المدرسه، بس بصراحه انا مكسوف ارد عليه. وده وقت كسوف، كلميه بقى، عايزه اروح انا والعيال. اصل برضه لما اتكلمنا المره اللي فاتت كنت انا في الحبس، مش منظر يعني كل ما ارد عليه. الو. مبدئيا كده معلش على اللي حصل امبارح. لا ما حصلش حاجه استاذ هاني، حصل خير. طب قولي لي، انت في المدرسه ولا ايه؟ انا اصلك عندي مشوار جنبكم، فكنت بشوف لو انت فاضيه يعني اعدي عليكي. لا تعدي عليا ايه، ما انا اصلي مش في المدرسه. انا بصراحه يعني بصراحه انا في الحجز. طب في نفس الاسم ولا اسم تاني ولا ايه؟ انا تعبتك معايا، معلش. لا ازاي بقى، ما تقوليش كده طبعا. كنت مش عارفه اقول لك ايه تاني مره يعني. لا لا خالص، يلا تعالي. ايه ده، ثانيه واحده بس، هي والدتك معاك في العربيه؟ اه اصلها كانت في مشوار، بس ماما تعدي عليها عشان اخدها اروحها، فجبتها معايا عشان ما اتاخرش عليكي. انا مش عارفه هتاخد عني فكره عامله ازاي دلوقتي، دي تاني مره تشوفني خارجه من الاسم. لا خلاص، ما عرفت انك سوايبك. والنبي ما بحبش الكلمه دي، الله يسترك. خلاص انا بهرج، تعالي سلمي عليها وانا فاهم على كل حاجه. ماما. نعم. هند. زي حضرتك. والله يعني انا المره دي فعلا ماليش ذنب، يعني ما جت يعني حصل سوء تفاهم كده. لا يا حبيبتي ما فيش حاجه. يعني هي اول مره، احنا خلاص اتعودنا على كده. ما تخلص بقى وتخلصني. ماشي، اشوف حضرتك قريب ان شاء الله. مع السلامه. لو في حاجه كلميني على طول. لا حاجه تانية ايه، فكرة. اخلص علشان انا زهقت. يلا حبيبتي يلا. لا دي خريجه سجون، انا بعيني شفتها والعسكري عامل لها كلابوش كده، مش هينفع ابدا الكلام ده. وبعدين انت مالك مهتم بيها قوي كده ليه؟ هي البنت دخلت مزاجك؟ حبيبتي انا لا مهتم بيها ولا حاجه، بس الظلم حرام. تحب اجيب لك صوره من المحضر عشان تتاكدي بنفسك ان الناس بيقولوا انها كانت بتدافع عن الراجل ما بتضربش فيه؟ انا مش ممكن اتدرب مع البنت دي لوحدي، انا بخاف منها. انت لازم تيجي معانا. نعم اجي معاكي ليه يا ماما؟ انا عندي شغل وعندي مشاوير وعندي. مش مهم، كل مشاويرك تافهه، مش مهم. انت هتتضربي سواقه، انا اجي اعمل ايه؟ انا قلت هتيجي معايا يعني هتيجي معايا. حاضر حاضر يا ماما. غسلت ايدك؟ نعم. انت مش من ساعة دخلت التواليت تعمل بيبي؟ نعم. غسلت ايدك؟ قوم قوم. جاتك القرف. معلش بس حضرتك يعني احيانا بتبقي مندفعة بس شوية، وده كده ما ينفعش. بس حضرتك ايه ده؟ انا مندفعة؟ يا فندم انا قصدي ان حضرتك مندفعة في السواقة، مش في حياتك الشخصية يعني. اه بس انت كده عايزة تفهمي ابني ان انا ست متصابية، عندي مراهقة متأخرة، بتصرف تصرفات مجنونة، مش في وعي.
انا. لا بس انا ما فهمتش اي حاجه خالص من دي، عشان هي مش قصدها كده اكيد. انت تسكت خالص يا هاني، انا اللي فاهمه. انا قصدي ان حضرتك بتتسرعي. هبله يعني؟ هبله؟ لا طبعا مش حضرتك. انا ما اقصدش كده. بقول لك ايه، انت لازم تختاري الفاظك بعنايه، خصوصا لما تتكلمي مع واحده زي يا فندم. هو انا كل ما هتنفس حضرتك هتحسي بالاهانه؟ على فكره هاني حاول يقنعني كتير ان انت بنت كويسه. انا الحقيقه مش مقتنعه، بس قلت حرام اديكي فرصه بنت غلبانه. بس الظاهر ان انا كنت غلطانه. عارفه ليه؟ انت كمان سوابق. واضح ان حضرتك فعلا بتعرفي تختاري الفاظك بعناية. لا لا، هي ماما مش قصدها طبعا تقولك كده خالص. انا ما قلتش حاجه تستاهل ان امك تسمعني الكلام ده اصلا. ايه ده؟ هو في ايه يعني؟ مش عارف، بس هي مالها عصبيه كده ليه؟ اتفضلي انزلي من فضلك. انزلي يا ماما. هو انا عملت حاجه؟ اتفضلي. اوكي تعالي يا ماما تعالي. انا مش فاهمه هي عصبيه معانا قوي كده ليه؟ عشان اتكلم معاها خالص بقى. ليه؟ احنا ايه، اتعلمنا الادب ولا ايه؟ معلش. لا انا مش بحب كده. اتفضلي سوقي. ايه ده؟ بالراحه بالراحه بالراحه. طيب على فكره بقى انا تعبانه قوي، انا لازم اروح التواليت. هند انا مش عايزك تتضايقي من ماما، هي خلقها ضيق وعصبيه بس والله قلبها ابيض. معلش بقى ما تزعليش. بخير يا فندم. حط لي النبي ب 50 جنيه وهات لي فاتوره. أنا أسفة على الطريقة اللي أنا اتكلمت بيها، أنا ما كانش ينفع أعمل كده. أنت زي أمي برضو. إيه زي أمك دي؟ أنت كده بتلخبطي مش بتصلحي. أنا أسفة إني اعتذرت، أنا ما كانش لازم أعتذر، أنا أستاهل ضرب الجزمة. خلاص بقى ما تزعليش، قلبك أبيض. طبعاً لو كنت بكلمك في وقت مش مناسب. لا طبعاً انت تتصل في أي وقت تحبه. متشكر جداً. أنا كمان عايز أشكرك عشان انت صالحتي ماما وطيبت خاطرها بكلمتين حلوين. أصلي بصراحة لما فكرت في الموضوع بعد ما حصل لقيت إنها في عمر والدتي يعني، فما كانش صح إن أنا أكلمها بالطريقة دي. عارف، وعشان كده أنا بقول عليكي بنت جدعة وعقلها وبنت ناس ومحترمة يعني. ربنا يخليك يا رب، كلك ذوق. لا أنا ما بعرفش أجامل على فكرة يعني، انا لو ما كنتش حسيت منك الكلام ده ما كنتش قلته لك، وما كناش بكره خرجنا مع بعض اتعشينا سوا. لا انا اسفه جدا، انا ما بخرجش مع اولاد ما اعرفهمش. مين دول؟ قصدي يعني ان انا عارفاك كويس يعني، انت مش من الولاد دول طبعا. بس انا ما كنتش عايز اتعبك. لا ماما، مش انا اللي اطبخ. صح برضه، نظريه. طيب تحب نتقابل فين؟ ستيك اوت الساعه 8. عارفاه؟ لا تمام، ده مطعمي المفضل، بس معلش ممكن تقولي مكانه فين عشان مش فاكره؟ يعني بتلفي مصر بعربيتك من شرقها لغربها ومش عارفه فين المكان؟ طول عمرك خايبه ما طلعتيش ناصحه زي امك. بقول لك ايه، الواد ده لو ما اتكلمش على الجواز مفيش خروج ولا كلام تليفونات معاه تاني ابدا، فاهمه؟ انا ما قفلتش الخط. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبي؟ ده انا كنت بهزر مع هند كده وعامله نفسي ام جديده وكده يعني. روحوا الساحل لو عايزين. بالراحه بالراحه، ولا يهمك منه. بالراحه 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 بالراحه. وقفتي ليه فجاه كده مدام سالو؟ عصام وامه ضغطين عليا ضغط جامد قوي. الولد هو لسه في حد بيفكر بالطريقه دي لحد دلوقتي؟ طب انت ليه مش عايزه تروحي تعملي سونار؟ قلت انتظر البلا ولو اوعه. استغفر الله العظيم يا ربي، شوف الرجاله وعمايلها، شوفي بيعملوا ايه. خلاني اقدر النعمه بلا. يلا الحمد لله على كل شيء. انتي معايا هند ولا انتي سرحانه في ايه؟ لا انا معاكي اهو يا مدام سلوى، بس اصلا انا كمان عندي مشكله. قولي، ما هي مشكلتك اهم من مشكلتي. احكي يلا نحكي مع بعض. اصل بصراحه
في شاب النهارده عازمني على العشاء وانا متلخبطه ومش عارفه البس ايه ولا اعمل ايه ولا عارفه حتى اقول ايه وما اقولش ايه. انت بتحبي؟ بصراحه انا معجبه بيه بس ما اقدرش اقول اني بحبه، اصل في فرق في الطبقه بيني وبينه كبير قوي. انت تخافي بقى امتى؟ لما تكوني انت اللي عاليه عليه، لكن لو الراجل بقى هو اللي مقامه عالي وحبك وعايزك هيمد ايده كده من وسط الدنيا كلها ويخطفك. انت عارفه هو راجل قوي وجدع قوي، بس بصراحه لما بتبقى مامته موجوده بحس انه بيخاف منها وبيعمل لها الف حساب. الراجل الصح يا هند اللي يخاف من امه ويعمل لها الف حساب، عشان زي ما هيعمل مع امه هيعمل معاكي. بقول لك ايه؟ تحب اطلب لك حاجه على ذوقي؟ لا انا تمام، بس بحب اخد المنيو فرع الاول قبل ما اطلب. اوكي. مساء الخير. اهلا مساء النور. جاهزين؟ جاهزين. ابتدي. انا هاخد ميكس جريل، بس عايز رز مش بطاطس واورنج جوس. حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتتكلمي؟ انا اسف جدا، انا افتكرتك سكم وبكم. لا هو انا مش سكم وبكم، بس انتوا المنيو بتاعكم كله فرانكو وانا بصراحه ماليش فيه. اصلك شاورتي. الاهم بقى من كل ده يعني ايه دي؟ بسال حضرتك، البطاطس تحبيها مهروسه ولا صوابع؟ هو كده يعني صوابع؟ مظبوط. لا يبقى سماش. سماش. حاجه تانية يا فندم؟ مش 92 دقيقه والاكل يبقى جاهز. هي يعني ايه دي؟ وهي يعني ايه دي؟ عندك حق. هند كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع. عارفه الانسان بيبقى ماشي في الدنيا كده يدور على حاجه معينه ويبقى متخيل ان هو ممكن ما يلاقيهاش. يا لهوي على الدخله، حلوه قوي، كمل. بس فجاه كده الحاجه دي لما تظهر قدامك الانسان عايز يتاكد يعني ايه. ما تنجز يا عم. اذا كان المهم الحاجة دي أو الشخصية أو الإنسان. بس مش الموضوع على طول يا تايه. الحاجة دي بقى ما بتبقاش ظاهرة قدامك على طول، بس هي بتبقى يعني عايزة إحساس معين. لا يا دو أنت حساس أوي. هند أنا مبسوط جدا إني اتعرفت عليكي. ومالك بتجز كده ليه؟ مش فاهم أنا محموق على إيه؟ هو أنت أول واحد يقعد معاها وسمعها الكلمتين دول؟ كده كتير؟ كده كتير. ثانية واحدة بس، إيه المشكلة دلوقتي؟ بقولك إيه، طيب بص لو المكان مش عاجبك بجد خليني أوديك أنا مكان على ذوقي، ممكن؟ أرجوكي. طب يلا. اتفضلي. بقولك إيه يا بنت، لما تعرف أنت عايز تقول لي إيه بكلمني، سلام. مش هتقولي بقى كنت عايز تقولي إيه في المطعم؟ أنت قولي لي. متعودة بقى تيجي هنا كتير؟ أنا ما جيتش هنا من زمان جدا. أنا كنت باجي هنا مع أبويا وأمي. أصل أبويا كان رومانسي قوي، فكان يحب يعني يقعد مع أمي قعدة حلوة كده كان يجيبها هنا، وكان طبعا بيجيبني معاها أنا وخالد غصب واقتدار. بس أنا وخالد بقى كنا بنحس على دمنا يعني ونطلع نجري بعيد عشان ما نضايقهمش. بس كنت قاعدة أبص عليهم كده من بعيد وأقول ياه، وأنا ممكن في يوم من الأيام أقعد القعدة دي مع حد؟ مع أي حد؟ أكيد طبعا مش أي حد، لازم يبقى حد معين يعني. اهلا اهلا حبيبي، ازيك؟ اهلا وسهلا. اتعشيت؟ الحمد لله. ايه يا ماما سلسلتك فين؟ نسيتها. طلعها من جيبك. طبعا كنت مع هند. اصل اهي كمان بتطمن عليك ما شاء الله. انا عايز اعرف حاجه،
انت ليه واخده منها موقف؟ انا مش واخده موقف من حد، انت ابني ويهمني مصلحتك. دي مين دي اللي انت ماشي معاها؟ دي بنت شوارع، دي كمان خريجه سكون واقسام كلابوش. انا شفتها ماما، دي اجدع بنت شفتها في حياتي. يا ماما انت نسيتي لما كنا في العربيه وهزقتيها وجت عشان تصالحك وهي ما عملتش اي حاجه غلط؟ هو في بنت اليومين دول بتعمل كده؟ هي بتعمل كده عشان توصلك للحاله اللي انت فيها دي. وانا قلت ايه غلط؟ ما انا بقول الحقيقه. انا مش قادره افهم انت عاجبك فيها ايه، تسيب بنات الدنيا دي كلها عشان تبص لدي؟ ابوها مين؟ اخواتها مين؟ احنا ما نعرفش عنها حاجه، انت مجنون؟ هاني حبيبي، انت مش فاهم حاجه. انا يا حبيبي اللي عارفه مصلحتك. اسمع كلامي عشان خاطري. انا مش صغير يا ماما، انا عارف كويس جدا انا بعمل ايه. انا كبرت من زمان قوي، بس واضح ان انت مش عايزه تاخدي بالك كده. يعني بتكلم مامي بالطريقه دي عشان دي؟ نسيت كل اللي انا عملته عشانك؟ ده انا ضحيت بحياتي كلها علشانك يا هاني. ده انا ما عنديش حد في الدنيا غيرك تعمل فيا كده للدرجه دي؟ بقيت اناني يا هاني؟ ايوه يا هاني، انت بقيت اناني وما بتفكرش غير في نفسك. لا يا امي، انت مش لوحدك اللي بتعملي، انا كمان استحملت كتير عشان خاطرك، عشان انا بحبك، عشان انتي امي. بس خلاص مش قادر استحمل طريقتك معايا، مراقبتك ليا، تحكمك في تصرفاتي. انا ابنك مش جوزك، لازم تفصلي. على فكره انا لازم اختار شكل حياتي اللي انا اعيشها، مش اي حد تاني يختارهولي. مش قادر اتصور ان انتي بتتحكمي فيا تقولي لي اعرف ده ما تعرفش ده، حب ده ما تحبش ده. لا، وعلى فكره الموضوع مش موضوع ان انت بتقولي انها بنت مش كويسه واللي انت شايفاه ده كله. من الاخر كده الموضوع ان انت مش قادره تتخيلي ان انا ههتم بحد تاني غيرك، مش قادره تتخيلي ان انا ممكن يكون ليا حياه بعيد عنك. لا يا امي، انت الانانيه مش انا. مش هينفع يا خالد، قلت لك المره دي ان امي موافقه على العريس ومقتنعه بيه. هي بقى اللي مقتنعه بيه ولا انت يا اختي؟ اخس عليك يا خالد، انا برضك تظن فيا كده؟ انا ممكن اقتلك واقتل وقت امك. ده تكون يا اخويا فاكرني هفضل قاعده جنبك كده زي البيت الوقف. انا عايزه الحق اخلف. هو انت قلتي تعالى نخلف وانا قلت لك لا؟ انا جاهز. سلام يا خالد. هو ايه اللي سلام؟ اشوفه الشكل زينة. يا زينة خلاص قفلت السكه، بتندق ليه؟ هي واقفه في البلكونه. يا رب تكون صدقت كلامي يا خالد، البت دي لعبيه ومش هتنفعك. طول الوقت عماله اقول لك وانت سادد ودانك ومش عايز تسمع، كاني عدوتك. خدت شبكه اختك وطارت، وريني بقى يا فرح هترجع شبكه اختك تاني ازاي. هو انت مش فارق معاك غير الشبكه؟ مش فارق معاك ابنك خالص؟ انا كل اللي يفرق معايا انك تبقى راجل وتساعدنا بدل قعدتك دي وجريك ورا واحده خايبه لا راحت ولا جت. فوق. خلاص خلاص، هديها راحت خالص ومش راجعه. زيرو من على دماغي بقى. Thank you.
حبيبتي ماما. على فكرة أنا عارف إنك بتستعبطي وعاملة نفسك نايمة. طب بص أنا جبت إيه؟ الورد اللي أنت بتحبيه اللي كان بابا الله يرحمه بيجيبهولك. والله بحبك على فكرة. أنت اللي حبيبتي. خلاص بقى غير فلوس. استني كده يا نودة، ايه اما اخلع اللي في رجلي عشان اعرف اسوق ايه براحتي. انا نفسي افهم انت ليه بتسوقي وانت حافيه. خدت على كده؟ انا لو لابسه اي حاجه في اي حته احس كده ان انا مش على بعضي. ما تسيبك منها وتيجي اعلمك السواقه على الطريق السريع. هتعلمني وابقى احسن منك ومن امك انت وهو. تعالي هنا ما ترديش على حد. انا عايزه اجيب ازاز ميه من الكشك. عايزه حاجه معايا؟ واحده بطيخه 10% من الكشك يا نوجه. خلاص هاتي لي دفتر بفره من اللي معاكي كرتلات. انت عايزه اي حاجه من اللي بتجيب 3 سنين سجن على طول. منك لله. الو مين معايا؟ دي انا يا ابو سعود. هي عرفتي صوتي؟ فين يا بت؟ مالك غلطانه من الصبح؟ ايه النظام رسيني؟ لا انا الوليه محصراني، بس احتمال تسافر البلد عند امها النهارده. ماشي سلام. انت بتعملي ايه بتليفوني؟ معلش يا هنوده يا حبيبتي، كنت مزنوقه في مكالمه وموبايلي فاصل، بس انت لو عاوزه تمنها انا اديهولك. كفي نفسك. اصل انا بصراحه كده العشم خدني وقلت يا بت يا نوجه المدرسين اللي بعضيهم. انت مدرسه ايه بقى ان شاء الله؟ احياء. دوري يا نوجه دوري. بس 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 هتحرقي المرش. ابويا الله يرحمه هو اللي علمني السواقه. كنت لما اشبط فيه وهو نازل ياخدني على حجره ويمسكني الدركسيون ويسمعني ام كلثوم وافضل اسوق لحد ما يغمى عليا وابقى عايزه انام يقوم مروحني. على فكره ردي عادي. لا لا مش مهم. وفي يوم بنصحي ابويا من النوم لقيناه قاطع النفس. امي طبعا ملهاش في الشغل، واخويا بقى مش نافع في حاجه، جرب 100 شغلانه وكل مره ما بتمشيش. بقول لك ايه صحيح، انت ما تعرفش حد يشوف شغل خالد اخويا؟ اه طبعا هشوف له اكيد. هو في حاجه مضايقاك؟ انت كويس؟ اه تمام، مشكله صغيره كده مع ماما وبس. انا كويس. اه طيب معلش بس هروح الحمام وهاجي على طول. براحتك. ماشي لوحدك ولا ايه؟ اه معلش لازم نمشي. يبقى شكلك عايز تروح الكورنيش. ها؟ لا يلا يلا. استنى طب عايز اسالك على حاجه. هاني 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 لو سمحت يا ريت بس تقف على جنب، انا محتاجه اتكلم معاك من فضلك لو سمحت. يا هاني بص، الموضوع ده مش موضوع مامتك، فممكن بقى تقولي فيه ايه؟ لا معلش مش عايزه اتكلم دلوقتي. وانا لازم اعرف مالك يا هاني. عايزه تعرفي؟ افتحي موبايلك شوفي الزباله اللي عليه. زباله ايه؟ ايه ده؟ ايه الرساله دي؟ والله العظيم انا ما اعرف حاجه عن الرساله دي. دي مربوطة من رقم حتى انا ما اعرفوش، مش متسجل عندي. ثانية واحدة ثانية واحدة. ايوه 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 البنت نوجة. البنت نوجة كانت معايا النهاردة ومسكت تليفوني عملت منه مكالمة، اكيد الرسالة دي مبعوتة لها. نوجة ما انت عارفها. انا مش عايز اسمع اي مبررات هبلة. وفري كلامك عشان اي كلمة هتقوليها انا مش هصدقها.
ليه بس كده؟ ليه بس كده؟ ده انا كان اول مرة قلبي يفرح بجد، اول مرة احس ان دنيتي نورت. الله يسامحك يا هاني، انت ازاي صدقت اني ممكن اعمل كده؟ روح الله يسامحك يا هاني، الله يسامحك.